مشاهدينا، ولإلقاء الضوء أكثر على تداعيات تدهور الدينار مقابل الدولار في ظل سياسات مالية يراها مختصون أنها سببا في الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ عمر الحلبوسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بعد أن لامس الدولار الحاجز 1600 دينار في السوق السوداء، كيف ترى التدابير التي تتخذها الحكومة جراء هذا الانهيار الذي أصاب الدينار العراقي؟ من المعلوم تماما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي لم تؤتي بثمارها على أرض الواقع، ويعود السبب لذلك لأن من يتحكم بسعر الصرف هم المضبون الذين يملكون شركات الصرافة والمصارف ولديهم نفوذ في البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية. لذلك لا توجد أي عدالة في تطبيق هذه الإجراءات إطلاقا من قبل الحكومة والبنك المركزي. يضاف إلى ذلك أيضا الإجراء البوليسي الذي اتخذته الحكومة في اعتقال بعض أصحاب شركات الصرافة وهم أشخاص صغار لا يكاد تأثيرهم كبيرا على سعر الصرف، بل لأنهم لم يتبعوا إلى سياسية ولا لجهات حزبية تم اعتقالهم. سبق وأن ذكرنا بأن الإجراءات البوليسية التي تتخذها الحكومة هي من ستساهم بزيادة الفجوة ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف في السوق السوداء، بل المعالجات تتم من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية الحقيقية والتي إلى الآن حقيقة تجهلها الحكومة والبنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك أن البنك المركزي ما زال إلى الآن يجانب المشكلات الحقيقية ويتجه إلى أمور فرعية هي من تساهم حقيقة بتفاقم أزمة سعر الصرف. هنا أيضا في ذات السياق، لماذا لم تتخذ التدابير الحقيقية للحوالات الخارجية كما ذكرت والتي لا تزال تتم عن طريق السوق السوداء وليس البنك المركزي، غير تلك التي يراها مختصون أنها شكلية ولم تستطع أن تنهي الأزمة، أن تخفف من أثرها على الدينار؟ يا سيدي، الحوالات السوداء هي تتم باتجاه الدول المعاقبة وعلى رأسها إيران. العراق يملك تجارة كبيرة مع إيران، وجميع المتعاملون مع إيران يستخدمون الحوالات السوداء، لذلك هم يقومون باستنزاف الدولار من السوق العراقي ومن ثم إجراء هذه الحوالات باتجاه إيران. بالإضافة إلى ذلك هناك عمليات إبداع حقيقة يجب أن نتحدث عنها بعمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار من العراق، إذ أن هناك حاليا تحايل جديدة على إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية، وهي أن يقوم التاجر بالتعاون مع المصارف الخاصة في العراق بإصدار اعتماد مستندي لغرض الاستيراد، ومن ثم يأخذ هذا الاعتماد ويقوم بعملية تكييشه في الدولة المعنية، أي عملية تحويله إلى نقد، ومن ثم يقوم بعملية تفريع هذا المبلغ باتجاهات أخرى. وأكثر هذه الدول حقيقة فيها هي تركيا والإمارات والأردن، وكل ذلك يتم حقيقة بتواطؤ المصارف الخاصة، بالإضافة إلى علم البنك المركزي العراقي، علما أن إليزابيث أخبرت علي العلاق بأن هذا الإجراء سوف يعرض العراق إلى العقوبات على المصارف، بالإضافة إلى إمكانية وضع البنك المركزي العراقي تحت الوصاية، لأن وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياط الفيدرالي كشف عملية هذه التحايل التي تتم حاليا حقيقة من خلال مصارف معروفة وبعضها حقيقة مملوكة إلى دول ليس فقط إيران بل مملوكة حتى إلى دول عربية. فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في العراق، إلى أي مدى أو كيف يشكل قرار البنك المركزي حجب 50 شركة صرافة عن العمل بأنها ربما تشكل أحد أسباب انهيار الدينار؟ بالتأكيد حجب 50 شركة من التعامل بالدولار يؤدي إلى تقليل المعروض من الدولار في السوق، إذ أن هناك حقيقة أزمتين في العراق، هناك أزمة في الدينار وكذلك هناك أزمة في الدولار، كلا هاتين الأزمتين تؤثر بالشكل الكبير على السوق العراقي وعلى المواطن. يا سيدي الفاضل، هناك في عملية سعر الصرف واتساع الفجوة ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف في السوق الموازي هناك طرفان، هناك طرف متضرر وهو المواطن العراقي الذي يحاول جاهدا الحصول على الدولار من أجل القيام بعمليات الحوالة سواء إلى لأبنائهم الطلاب في الخارج أو لغرض السفر، وكذلك يتضرر من خلال أسعار المواد الكبيرة جدا حقيقة، هناك تضخم يتنامى يوما بعد يوم. بالإضافة إلى ذلك هناك طرف مستفيد، المستفيد هم المضاربون الذين يمتلكون المصارف وشركات الصرافة، علما
أن خزانة أن الخزنة العراقية تخسر سنويا ما يقارب 6 مليار دولار بسبب الفرق ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف في السوق السوداء، وهذا هذا يذهب إلى جيوب الجهات المتنفذة وهم يتبعون إلى فصائل مسلحة وإلى أحزاب، وتذهب هذه الأموال تمويل أنشطة إرهابية أو إقامة استثمارات داخلية أو خارج العراق. لذلك الحكومة لم تقم بالإجراءات الحقيقية اللازمة لإيقاف استنزاف العملة العراقية، علما أن قيمة الدولار ثابتة ولكن هناك تراجع في قيمة الدينار العراقي، وكل المعطيات تشير بأن أزمة تفاقم التراجع في قيمة الدينار العراقي سوف تتنامى يوم بعد يوم بسبب حقيقة عدم تطبيق الإجراءات الحقيقية والتواطؤ من قبل. طيب هنا أيضا تذبذب سعر الدينار، سعر الصرف وعدم استقراره على الأسواق، ولا سيما أن العراق يبني أسواقه على الاستيراد وليس لديه إنتاج، بالتالي ما هي تداعيات هذا التذبذب على السوق؟ بالتأكيد هناك تداعيات كبيرة على السوق العراقية، هذا السوق الذي يشهد تذبذبا خطيرا. هناك نوعين حاليا من السلع، هناك سلع تشهد عملية ركود كبير لا يوجد أي تبضع لها بسبب ارتفاع أسعارها، وهناك سلع أخرى قل الطلب عليها والسبب يعود في ذلك بسبب ارتفاع سعرها وقلة القدرة الشرائية أو ضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي الذي يعاني كثيرا بسبب الفرق ما بين السعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف في السوق السوداء، علما أن التجار الذين يزودون العراق بالبضائع هم نفسهم المضاربون في سوق العملة. لذلك كلما حدثت هذه الاضطرابات في سعر الصرف يقومون بعملية زيادة سعر المواد الغذائية أكثر من القابلية، علما بأنهم بإمكانهم أن يستوردوا تلك المواد من دول أخرى لا توجد عليها عقوبات وبأسعار مخفضة، لكنهم حقيقة يتجهون إلى إيران، والسبب يعود في ذلك هناك توجيه إيراني رسمي للحكومة وللجهات الأخرى أن تبقى أن تجعل من العراق سوقا لاستنزاف الدولار. يا سيدي الفاضل، هناك دول أخرى ودول كثيرة تعتاش على نافذة بيع العملة وليس العراق وحده، لذلك أصبحت نافذة بيع العملة هي مصدر استرزاق الكثير من الدول وكذلك مصدر للضرر للعراق ولشعبه. هنا أيضا هل تستطيع حكومة السوداني أن توقف التعامل بالدولار كي تعيد للدينار العراقي قيمته بعد أن ضيعتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ يا سيدي الفاضل، قيمة الدينار العراقي تشهد تدهورا كبيرا. لو رجعنا إلى أساس الأزمة هو كان إلى زمن حكومة الكاظمي التي اتخذت إجراء بتعويم الدينار، ثم عاد بعد حكومة السوداني وبتغيير السعر الصرف، وسبق وحذرنا بتاريخ 14 شباط فبراير 2023 أن تغيير سعر الصرف سوف تكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن وعلى الاقتصاد العراقي، ومن الاستحالة حقيقة أن يتطابق سعر الصرف الحقيقي مع سعر الصرف في السوق السوداء، بل سوف تتسع الفجوة ما بين السعرين. لذلك لا تستطيع حكومة السوداني حقيقة تقديم أي معالجات حقيقية اطلاقا، بل سوف تتفاقم أزمة سعر الصرف وتوقف. نعم، في عجالة، يعني هل تستطيع الحكومة اليوم التي يقوم اقتصادها على الاقتصاد الريعي وعلى بيع النفط الخام فقط أن تصمد وتستمر في دعم السوق؟ وبالتالي حضرتك ذكرت قبل قليل أنه خسائر في الموازنة العراقية 6 مليار دولار مقابل يعني فرق التصريف، هل تستطيع كل سنة أن تعطي 6 مليار؟ يا سيدي الفاضل، كل دولة تجعل من اقتصادها اقتصادا ريعيا تعتمد على مصدرا واحدا لا يمكنها أن تصمد إطلاقا، بل هناك كثير من المتغيرات تحكم أسعار النفط وإن كانت مرتفعة الآن ولكنها سوف تعاود مرة أخرى الهبوط، مما سوف يعرض العراق إلى كثير من المشكلات. وسبق وأن مررنا بتلك الفترة عام 2020 أزمة كورونا التي جعلت من أسعار النفط تتهاوى. لذلك يا سيدي الفاضل، من يعتمد على أسعار النفط هذا يعتبر انتحارا اقتصاديا ويعرض البلد إلى كثير من المخاطر الكبيرة. لذلك لن تنجح حكومة السوداني بذلك، بل هي أوقعت العراق بمشكلة كبيرة وأحجبت كل آمال التنمية في القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الخاص بسبب تكريسها للاقتصاد الريعي من خلال الموازنة. من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.